سيد محمد عماش رئيس المجموعة ذات النفع الاقتصادي حضيب بوجدور. هذه المجموعة ذات النفع الاقتصادي بوجدور لإنتاج وتسويق الكسكس. نحن عندنا شراكة مع المديرية القيمية للفلاحة بإقليم بوجدور. دخلنا في واحد الشراكة مولت لنا واحد البروجي ديال خلق واحد الوحدة صناعية عصرية لإنتاج الكسكس. الأهداف ديال هاد الوحدة هي دمج المرأة القروية، خلق يعني فرص شغل قارة، وخلق 1400 يوم عمل إضافية، وعصرنا مادة الكسكس المعروفة عندنا في الأقاليم الجنوبية. ويعني بالنسبة للمنتوج ديالكم الكسكس، اش من نوع وكيفاش كتتم العملية ديال الإنتاج ديالو؟ احنا كنديروا كسكس، احنا كنديروا واحد الكسكس عندنا معروف في الجنوب، هو كسكس خماسي. والله كاين اللي كيدير الكسكس الثلاثي وكاين اللي كيدير المنسم بالاعشاب. المهم نهضروا على الكسكس الخماسي. الكسكس الخماسي هو فيه كيتكون من خمس مواد: الدقيق القمح الطري والقمح الصلب والشعير والشعير المحمص والذره المحمصه. هذه الذره المحمصه هي كنقولها في الاقاليم الجنوبيه كنقولها قوفيه، يعني كسكسو عنده جودة عالية، كسكسو يعني كيمتاز بقيمة غذائية وقيمة طاقية للإنسان اللي كياكلو. ما عندوش ضرر على الصحة الحمد لله، يعني ما كيمقت على الإنسان، ما كياكلو عادي جدا. طريقة الإنتاج ديالو كان هاد الوحدة الصناعية هي فيها واحد سلسلة ديال الإنتاج، بداية من المادة الأولية للصالة ديال الغربلة، الصالة ديال البروديكسيون ديال الفتل وديال الكسكس. كان كيمر المرحلة الأخرى ديال الطهي، مباشرة كيمشي من الطهي كيعاودوا يفتلوه العلايات، من ثم كيمشي للعملية ديال التجفيف، ومن عملية التجفيف كنخلوه يبرد واحد تقريبا ربع ساعة، كندخلوه العملية ديال التعليب، ومن عملية ديال التعليب كيوصل للعملية ديال لصال ديال المادة اللي فيني. يعني هضرتي لنا على المرحله الطهي، واش يمكن نفهموا بان هاد الكسكسو كيحتاج تفويره وحده؟ طبيعه الحال هاد الكسكسو كيفو كي الكسكسو، يعني الكسكسو كامل كيحتاج واحد التفويره، ومن بعد التفويره هذيك كيفتلوه العلايات باش كيخرجوا لنا دوك الحبيبات اللي كيعطونا الشكل النهائي ديال الكسكس على شكل دائري مصغر. يعني بالنسبه للثمن ديالو؟ الثمن ديالو هو ثمن صراحة، هو هاد المشاريع اللي خلقتها وزارة الفلاحة من أجل تثمين هاد المنتوج هذا، ومن أجل يعني المحافظة على القدرة الشرائية ديال المواطن. الثمن ديالو هو نتيجة كيتراوح ما بين 20 حتى 25 درهم في الصالون. يعني بالنسبة للصعوبات اللي كاينة في هذا العمل؟ هو حقيقة الصعوبات كاين بعض العراقيل، ولكن متجاوزة، يعني كاين مشكل في وسائل النقل، ما كنلقاوش وسائل النقل اللي كنوصلوا بها حتى الأسواق، يعني بحال الناس ديال الداخل هنا تياها، بحال الناس ديال كازا، ديال مكناس، ديال الرباط، ديال هذا. الإشكالية اللي كنعانوا منها أيضا هو قلة وسائل تسويقية، يعني بحال المتاجر الإلكترونية بحال هذا، ولكن هذه الحمد لله كنقولوا عنها متجاوزة. وزارة الفلاحة دخلت أيضا في وكالة التنمية الفلاحية، دخلت في واحد الشراكات مع أسواق كبيرة بحال مرجان، بحال أسيمة، بحال أسواق السلام، من أجل يعني تسويق منتوجات التعاونية داخل هذه الأسواق الكبيرة. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.